الاهتمام أكبر بالصحة، حيث تحتل صحة الأسنان أولوية كبيرة في عالم الطب والصحة، فأغلب أمراض الجسد تبدأ من إهمال صحة الفم وعدم مراجعة الطبيب. إذا لمزيد من المعلومات ينضم إلينا الآن داخل الاستوديو دكتور مدثر محمد الحسن، اختصاصي أمراض اللثة وزراعة الأسنان. صباح الخير. صباح النور، مرحبا، أهلا بكم بكل المشاهدين. إن شاء الله نقضي مع بعض وقت جميل ومفيد ونستفيد من بعض برضه إن شاء الله. دكتور مدثر، بما إننا نتكلم عن اللثة، خلينا ذات نوري للمشاهد إنه هل في فرق ما بين اللثة والأسنان؟ هم مرتبطين مع بعض لكن أمراضهم بتختلف ولا هي حاجة واحدة؟ طيب، والله هي اللثة عندها وظيفة طبعا، واحدة من وظائفها حماية الأسنان ذات نفسها، فبالتالي أي مشكلة تصيب اللثة أوتوماتيكلي هي هتصيب الأسنان. ممكن نحن نبدأ من الالتهاب بتاع اللثة ذات نفسه، أيوة، لحد ما في النهاية الالتهاب ده يوصل للعظم ويبتدي ينتشر في العظم لحد ما شنو الأسنان تبقى تتحرك، في النهاية تؤدي لخلق هذه الأسنان. واحدة من الوظائف الأساسية للثة غير الشكل طبعا الحماية، هي بتحمي العظم وبتحمي حاجة اسمها النسيج الرابط بين الأسنان والعظم البيريدونتال ليجامنت، وبتحمي جذور الأسنان أوتوماتيكلي. لكن من ناحية ممكن نقول من ناحية بيولوجية، بتلقى إنه البكتيريا اللي بتسبب المشاكل بتحت اللثة مختلفة تماماً عن البكتيريا اللي بتسبب مشاكل الأسنان اللي هي في التاج التسوس وغيره، لكن عموماً هي مرتبطة طبعاً بالعظم. دكتور ما شاء الله على الابتسامة الساحرة، الأسنان الجميلة، فده بقودنا لمحور رئيسي، يعني أنسام في محور اللثة، نحن المحور عموماً الاهتمام بصحة الفم يعني، ونحن في المجمل العام نتكلم عن صحة الفم، هو التفريش اليومي يعني، فنتكلم عموما عن صحة الفم، شنو بنقصد بصحة الفم يعني؟ طيب، صحة الفم عموما تعني انه كيف الفم ده يكون خالي من الامراض، ده المعنى العام له. تفريش الاسنان طبعا هو يعتبر الاساس في صحة الفم، هو نمرة واحد، اول حاجة تفريش الاسنان. ثاني حاجة في وقاية بطرق أخرى، مثلاً تنظيم الوجبات، مثلاً عدم استخدام الوجبات ولا المواد الضارة. نبدأ بالوجبات طبعاً، مثلاً المواد الحمضية، المواد الغازية، تجي لحاجات تانية مثلاً زي التدخين، زي التنباك وغيره من أنواع الكحول، الاستخدامات السالبة اليوم. أيوة، الحاجات دي كلها في النهاية حاجات مضرة، لكن نمرة واحد طبعا التفريش، تفريش الأسنان ده بيقي الأسنان ذات نفسها، بيقي التاج بتاع الأسنان وبيقي اللثة طبعا. بيقي التاج كيف؟ في أنه في النهاية هو أي ترسبات قاعدة في التيجان بتحت الأسنان، طبعا السين فيه تاج وفيه جزر معروف، صح. التاج ده هو الجزء الفوق اللي احنا كلنا شايفينه لونه أبيض ده. أيوة، التاج ده ما بيكون دائما، هو طبعا كسطح، هو سطح مسقور وسطح املس، ودائما بيكون زي الطبقه بتاعت الزجاج كده او السيراميك البيزلك ده، لكن هو ما دائما بيكون حاجه سموث، دائما بيكون فيه بعض التعرجات زي الاضراس مثلا، بيكون فيها بعض الاخاديد، ولو ما كده ما حيقدر ياكل يعني. فالأخاديد والتعرجات دي هي دائماً بتكون معرضة لتراكم البكتيريا، معرضة للتسوس أكثر حاجة، التسوس أكثر شيء بتكون دائماً في الأخاديد. الحتات الإسموس دي بتكون فيها تسوس، ممكن تكون عرضة لكن بتكون بطريقة شنو دائماً بتكون بسيطة. فبالتالي أنا لما أسوق الحاجة دي، الحتة دي أنا بكون وقيتها من تراكم هذه البكتيريا. لكن يا دكتور استاذنك انسام ده المحور، لكن عموما عشان نكمل فكره المشاهد، عموما المعروف انه في خمسه طبقات تقريبا في الاسنان، والفرشاه هي ما بتكفي لوحدها، في ناس بيقول والله بيستخدموا الخيط، وفي ناس بيستخدموا اساليب اخرى تقنيات، فهل برضو استخدام الخيط هو مساعد بالنسبه لصحه الفم؟ طيب، هي نحن لما نجي نعاين مش بنعاين للطبقات، احنا بنعاين لانه الفرشه دي بتصل لوين؟ يعني مثلا بين الاسنان، اذا كانت الاسنان دي مرتبه زي اي في الوضع الطبيعي بين الاسنان الفرشه ما بتخش اكيد، فاذا كانت الحته دي ضيقه شديد انا حضطر استخدم الخيط.
إذا كان فيها فتحات صغيرة في حاجة اسمها فرشة بين الأسنان الانتردنتال برش اللي هي دي بتدخل بين الأسنان، هي فرشة وعندها شعيرات وإيش. إذا كانت الشخص مركب مثلا تقويم عنده حاجة اسمها سنجل تفتك اللي هي نوع معين مضافة بطريقة معينة، أيوة نوع معين من أنواع الفرشة. طبعا برضو احنا عندنا مساعدة بحاجات تانية غير الفرشة، عندنا المضمضات مثلا في الكيميكالز، في مضمضة معينة كده كل المعروفة في النهاية اسمها كلورهكسيدين، شركات كثيرة جدا جدا لكن ده الاسم العلمي بتاعها كلورهكسيدين. طبعا برضو هي بتساعد في الوقاية من أمراض اللثة. لكن عندنا حاجة تانية برضو ربنا خلقنا بها وحاجة ربانية اللي هي اللعاب. بالمناسبة اللعاب ده عنده أثر كبير جدا تأثير جدا كبير في الوقاية من أمراض اللثة ومن التسوس، من الاثنين مع بعض. اللعاب فيه مادة البيكربونات اللي هي مادة خلوية بتعادل الحموضة تحت البكتيريا، فيه الواشنج اللي هو بينظف اوتوماتيكلي وهكذا. جميل دكتور، إذا نحن تكلمنا عن اللثة عموما وزي ما قلت هي الأساس وهي اللي بتحمي الأسنان، التهاب اللثة اللي بيحصل إذا الزول حس به ما بيعرف إنه ده التهاب بتاع اللثة، بيقول لك والله ضرسي فيه ألم أو أسناني فيها ألم، فبالتالي متين الزول إذا حس إنه في مشكلة في اللثة ممكن يتابع طبيب الأسنان يعني؟ طيب للأسف طبعا مشاكل اللثة دائما ما بيكون فيها الألم، ما زي وجع الضرس العادي. وجع الضرس هو التهاب العصب ده دائما مؤلم جدا جدا، الواحد قبل ما يكون في بدايته كده ممكن يحس به، يعني أول ما يصل الطبقة الأولى ويصل لبداية الطبقة الثانية اللي هي طبقة العاج طوال المريض بيبدأ يحس بالألم وبيجي يفتش العلاج. لكن مشاكل اللثة ما فيها الكلام ده. ليه يعني ما في ألم؟ ما في ألم، دائما ألمها بيكون حاجة خفيفة جدا جدا. مختلف بس الشكل تقريبا في اللون. ممكن يعني يكون احمرار مثلا. ممكن يكون في احمرار حاجة بسيطة. ممكن يكون في يعني احنا عندنا تغييرات بتحصل في الشكل بتاع اللثة، ممكن يكون في تغيير في اللون، يا هو ممكن يكون أحمر، ممكن احنا دائما الالتهابات بتاعت اللثة دائما بتكون مزمنة، يعني ما بتكون حادة في أغلب الأوقات لأنها بتاخذ زمن طويل لحد ما تحصل. يكون اللون مش احمر، بيكون اللون الماجنتا ده الاحمر اللي فيه زراك كده، ايوه يعني بيكون لون ماجنتا. بيكون في تغيير في شكل اللثة ذاته، بدل ما تكون ماشيه طوالي مع الاسنان بيكون فيها شويه تضخم بسيط جدا جدا اللي هو زي ورم مثلا ممكن يكون اذا في حاجه معينه. بالنسبه لنا نحن كمرضى ما بنكون حاسين به، يعني الا تمشي طبيب الاسنان تعاين يعاين يقول لك والله يا اخي هنا في التهاب. فمشكله اللثة دائما يعني بيتصل لمرحلة الجيوب، تصل لمرحلة الانحسار، الواحد ما يكون حاسس بها. ليه؟ لأنها ما فيها الألم. بنكتشفها كيف؟ بالمتابعة الدورية بس، غير كده ما عندنا أي طريقة نكتشفها بها غير إنه كل مرة أنت تمشي تتابع تشوف الحاصل شنو قبل ما شنو يحصل الخراب الكامل أو الدمار. لكن المؤسف إنه نحن ما بنراجع طبيب الأسنان إلا نحس بألم في ضرس أو في سن أو نحس بمشكلة حمتنا النوم حتى نمشي لطبيب الأسنان. بالضبط كده، دي مشكلة كبيرة طبعاً، والسبب الأساسي فيها حاجتين طبعاً، الظروف المعيشية، والسبب الثاني الزمن. الناس بقت بيزي بطريقة مبالغ فيها، يعني الواحد بيكون جاري اليوم كله ما عنده وقت حتى إنه يمشي يقابل. دكتور مدثر، يعني في حاجة رئيسة المفروض نجيب عندها وما قاعدين نجيب عندها كثير، يعني حتى في محاورنا الإعلامية إلا البعض، اللي هي الصحة الفموية. مرات في أمراض مرتبطة بالجسد ممكن تؤثر على صحة الفم، في أمراض في الفم ممكن تؤثر على صحة الجسد. نتكلم ونتوسع شوية في الحاجة دي، يعني الاثنين مرات في أمراض بتنتج عن الاثنين من الجسد ومن الفم. ما هو أنت المدخل لكل للجهاز الهضمي عموما هو في الفم، وكل أمراض الجهاز الهضمي دي أنت في النهاية لو عندك مشكلة في الفم بتكون معرض طبعا لأغلب أمراض الجهاز الهضمي، ما بقول كل لكن بنقول أغلب. ففي امراض طبعا زي السكري مثلا، زي السكري ده مرتبط تماما بالامراض الفم، يعني مثلا واحد عنده مشكله في السكر مثلا، في نفس الوقت جاه التهاب في الاطراس حصل له بعض الخراريج، اكيد هذه لما يمشي يفحص السكر حيلقاها زايده، وكل مره يمشي ياخذ العلاجات ويمشي يفحص الجزايد زايد. ليه؟ لانه هنا في التهابات مشكله، ايوه. بالتالي نحن إذا عالجنا التهابات العصب، عالجنا الخراجات دي، عالجنا مشاكل اللثة، إذا عملنا نظافة دورية حيمشي في حس حلقة إنه في تحسن كبير. جميل. والعكس طبعاً. أيوة. والعكس طبعاً. في نفس الوقت برضو أمراض السكر
بتأثر طبعا على صحة الفم وبتأثر على الأسنان. ممكن تؤدي لتساقط الأسنان، يعني أحيانا بتلقى ناس بيقول لك والله سني وقعت أو ضرسي خلاص عايز يقع، فبيكون هل دي هشاشة مثلا حصل له في نفس اللحظة الضرس أو السن ده بقى ضعيف ما بيأدي ولا شنو بيحصل يعني؟ والله لا، هي مشكلة، هي في النهاية الزول اللي عنده سكري ده بيكون عنده مشكلة في الهيلينج عموما أو في التئام أي جرح يعني. بيكون دائما الالتئام ده، الالتئام ده ماشي بسيط، فبالتالي السكر ذاته هو بيعتبر بالنسبة لنا ريسك فاكتر للبرودونتال ديزيز، أو هو بيعتبر يعني حاجة بتسرع من الالتهابات، بتسرع من الانحسار بتاع اللثة، بتسرع من الانحسار بتاع العظم، بيقلل الالتئام بتاع الجرح زي ما أنا قلت قبل شوية. عشان كده دائما المريض اللي بيكون عنده مشكلة في اللثة، في بعضهم بيكون عنده مشاكل في سرعة، عفوا مشكلة في السكر، في بعضهم عندهم مشاكل في المناعة وغيره، دائما بيكونوا محتاجين لشوية رعاية. واحدة من المشاكل دي دكتور نقصان كالسيوم عند الإنسان، متى ممكن يكون سبب في إنه يؤدي لتلف في الأسنان أو يؤدي لمشاكل صحية في الفم يعني عموما؟ نقص الكالسيوم طبعا، الأسنان الطبقات بتاعتها دي كلها أغلبها عبارة عن كالسيوم يعني، أو 90% منها ممكن يكون فيه كالسيوم يعني، فبالتالي نقص الكالسيوم بيخلي الأسنان تكون ضعيفة، بيخلي العظم يكون ضعيف، بيخلي الطبقة حتى الطبقة الخارجية بتحت السين، الطبقة بتحت المينا اللي هي وظيفتها حماية لما تكون ضعيفة بتكون بترفع تكون رفيعة، بتكون ضعيفة أيوة، بتكون الدرجة بتحت التكلس أو التصلب بتاعها بتكون ضعيفة جدا. مرات نحن بنحتاج إنه نحميها بطبقات تاعت زيركون أو طبقات تاعت سيراميك عموما، بالتلبيسات بغيره كده كده، عشان الأسنان دي تكون شوية بتتحمل يعني. طبعا دكتور مدثر، الحديث في عموما صحة الفم هو فضفاض، وبرضه محتاج مين إنه يلتقيك في مساحات أوسع عشان نقدر نحدد فيه وندخل فيه بمحاور أكثر ويستفيد المشاهد الكريم. بس لو في محور أخير نتكلم فيه أنا وأنسام عن الاهتمام بصحة الفم، إذا كان أبرز الأمراض المزمنة اللي هي أمراض القلب والسرطان والسكري، فمحتاجين شوية كده نقيف عندها طريقة الرعاية والاهتمام بها كيف يعني، حتى من استخدام الفرشاة مرورا بالعقاقير الطبية والحاجات المطهرة لصحة الفم، فكيف مريض الأمراض المزمنة يقدر يهتم بصحة فمه بصورة مباشرة؟ هي الاهتمام بصحة الفم عموما مش لديل بس، عموما يعني أنا أخذ لك بطريقة عامة فيها محورين، في الاهتمام المنزلي وفي الاهتمام داخل العيادات. كويس، الاهتمام المنزلي هو زي ما أنت قلت بالك، التفريش، استخدام الخيط، استخدام المضمضات في بعض الأحيان وغيره. الاهتمام في العيادة ده بالنسبة بالذات الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة بتمشي بتتحدد بواسطة الطبيب، يعني بتشوف المرض المزمن ده هو شنو. إذا مثلاً مرض القلب، مرض القلب ما عنده مشاكل كثيرة مع الأسنان، وإنما عنده مشاكل كثيرة مع العلاج ذات نفسه. كويس، يعني مريض القلب بيحتاج مننا لرعاية خاصة داخل العيادة. أما بالنسبة له في المنزل يا نفس اللي بيعمله ده هو بيعمله صحيح السليم وبيعمله المريض. عندنا نقطة تانية أنا ما عارف ما تكلمنا عنها، معلش أسمح لي بيها. اتفضل. اللي هي الحامل. كويس، نحن كنا حنجيك لمحور الحامل لكن زي حسيت بحمزة كأنه قالوا له الزمن، لكن الحامل دي نحن ذاتنا لازم نديها وقفة ونديها حقها. أيوة أيوة، هي في إنه هي بتغذي نفسها وبتغذي الجنين جوا، وهو ذاته بتغذى منها يعني. تكوين ال. فبالتالي يكون دائما نسبة الكالسيوم عندها بسيطة، لكن عندها مشكلة تانية كبيرة جدا جدا، وهي أنها في فترة الحمل ده بتكون مهتمية بالجنين، صح، مهتمية بأنها تتابع في الحمل أكثر من أنها تكون متابعة في الأسنان، فبالتالي بتكون مهملاها إهمال ما عادي، وده تكون السبب الأساسي في مشاكل الأسنان عندها. دائما بتقول الواحدة مع كل حمل فقدت لها واحد من الأضراس. حاضرين جدا، دي مشكلة. والله دكتور حمزة نحن ممكن نسأله يا جماعة في محور واحد، بما أنه هو زراعة الأسنان، بس خلينا نشوف إنه 200 بما إنه ده تخصصك، 200 الإنسان بيلجأ لزراعة الأسنان نفسها يعني ببساطة وباختصار شديد، لما يبقى الضرس، يبقى الضرس، أنت فقدت ضرس سارع بأنك أنت طوالي تزرعه ضرس واحد بس، في ناس عندهم 3 أو 4 قاعدين فاضيين، خانات فاضية يعني، هي في النهاية 1 أو 2 أو 3 أو 4 ده الحل الأمثل لأنك أنت تعالجه، لكن احنا دائما بنقول احسن انه احنا ما نفقد من الاساس يعني.
لو قدرنا انه ما فقدناه يكون احسن، لكن اذا فقدناه ولا قدر الله لاي سبب من الاسباب فده الحل بتاعه انك انت تزرع الاسنان. احنا حنجي نعمل ابتسامه بوليود. حلقه قدري جدا والله يا دكتور، الحديث معك لا يمل ومحتاجين لمساحات اكبر عشان نفصل فيها وتعم الفائده للمشاهدين. دكتور مدثر محمد الحسن، اختصاصي امراض اللثه وزراعه الاسنان، كثر خيرك، كنت ضيف عزيز علينا في صباح الشروق. شكرا. شكرا لكم، شكرا جزيلا. شكرا.